يا جيسو الإنسان عن التعبير، يا جيسو الإنسان عن التعبير، لأنني بفرنسا وأنا محتاجة لفيس أقول طبيب نفساني. ما كتبش عليك، ماشي عدم الرضا بالقضاء والقدر، ولكن راه الدواب كيهرس الرقاب. ما كتبش عليك، والجمرة ما كتكوي غا بلاصت، راه الدواب كيهرس الرقاب. ما كتبش عليك، والجمرة ما كتكوي غا بلاصت. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنت تواجدوا في المدينة القديمة بالضل البيضاء، تلقي اتصال لعند الأخت نعيمة. شكون هي نعيمة؟ نعيمة إنسانة عندها 48 سنة، الحب ديالها المجال الفني ديال التمثيل، شركات في أفلام عالمية، شركات في مسلسلات مغربية، عاشرات مجموعة من النجوم ومخرجين. الدنيا غدارة، في لحظة من اللحظات الدنيا كتسواد عندها، الرجل ولا تقطعات كيما قالت لي، والثانية كتشوف أنها مقبلة على هذا الأمر، الله يسترنا. مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا نعيمة سمحت في الزواج، سمحت في كل شيء، والديها ماتوا، عندها الله وهاد البيض في هذا السطح. تبعوا معايا. اختي نعيمة لاباس؟ الحمد لله خويا العزيز. نعيمة غادي تعاودي ليا، عاودي ليا على ما يستهويك، هو التمثيل والمجال السينما. دوزتي فيه سنين طوال، عشرتي مخرجين، حققتي بزاف. غادي تعاودي ليا على الهيستوريك المجال الفني ديالك، عاودي ليا. عادي ندخل للمرض ديالك ونتكلم معاك. كبداية كنت في غيروند في 2004، وبقيت في الدومين قلت 2013. من بعد موت الام ديالي، راك عرفتي الام هي رب السفينه، ما بقاش عندي اخويا يوسف الفولو، ما نجمتش. انا امي كانت هي كلشي، راه الناس الحوم يحكوا لكم. من بعد الوفاه ديال الوالد في 1989، هي اللي هزات الزمان، هي اللي تكلفت كلشي على حد ناسي، هي اللي كلشي. من ورا الموت ديال امي كلشي سواد في عينيا. ما نكتبش عليك يوسف، اعطيني دوك الاعمال الفنيه ديالك، فين شاركتي؟ مخرجي اللي كنتي معاهم، مسلسلات، افلام العالميه، عاودي لي. بديت في غيروند 2004 ومع نبيل عيوش بزاف ديال الافلام العالميه، ومع محمد علي بالمجبود، سعد الجحيم، وياسين فنان، ودريس الروخ، الله يعمر لهم الدار. واخر سلسله عندي هي جار مجرور. ما كانش عندي لوكازيون باش نتواصل مع الفنانه، ما تواصلش معهم بزاف، وما عندهمش علم بهاد الحالة اللي أنا فيها دابا حاليا. أنت كتعرف بحكم المجتمع المغربي راه كيتساعدو، راه كيتضامنو، وما عمر خوك المغربي غيفوتك، ولكن ما عندهمش العلم، وأنا ما عنديش لا هواتف ديالهم. هذا هو الدور ديالنا باش إن شاء الله نوصلوا الصوت ديالك لهاد الناس. غادي تعاودي ليا من المجال الفني ديالك، أنت لقيتي راسك فيك السكر في لحظة من اللحظات، قطعت لك الرجل الأولى، قلتي ليا الثانية حتى هي مقبلة، مهددة. كيفاش؟ وانتي الوالدين ماتوا، سمحتي في الزواج، سمحتي في كل شيء، عندك الله وهاد البيت في هاد السطح. من الاخر عاودي ليا. من وراء الموت ديال الوالده الله يرحمها، راه كما قلت لك ما عرفتش تمشي لا يمين ولا شمال ولا جنوب ولا شرق. كما كنقول تليت في الديور، علاش؟ داك الحكم ديال الحضن الدافع ديال اللي كان مع امي وداك الشيء، ولكن ما لقيتوش، فهمتي؟ ان بلا ما نقول لك بقى قوسين ما خرجت الرديله حاجه مع الله، حيت ما كبرتش فيها، ولكن ما لقيتش داك الشيء اللي بغيته يوسف خويا، ما لقيتش. قلت السكر راه بدا لي قبل ما تموت امي، بحكم كانت كتعطل في الخدمه بزاف ديال الحوايج، كتعرف لي خدام راه ملوك ماشي ملك نفسه. صافي نقول في 2016 لي محسن بحال وجهك الله يرحمه نور الدين بشيشي الادريسي الهاشمي، هو اللي دار هاد الشجر اللي عندنا في الحومه، هو اللي تكلف ليا مع مدام الرميلي، داروا ليا لوبيراسيون. من وراه خويا ما خديتش الدواء كفايه، انا عيان اللي يعطي بعيان اللي يشد، وراك عرفتي الديابيت راه خصو مراقبه مستمر بزاف، ما راقبتهوش ما نكذبش عليك، لا من حيت الريجيم ولا من حيت قبل من التصوير. ملي كنتكلم معاك تتكلمي معايا بالعفه،
وعارف بزاف كنقولش خبزه ما كدورش في الدار، الثلاجه هي الاخرى ما كايناش، التلفازه انا نقول ما تنحشمش انا في هذا الشيء، والبوبليك الراي العام عارفني. انا غنمشي معاك لحاجه اخرى، تحيدات الرجل الاولى، لا الثانيه هي اللي تحيدات الرجل الثاني، المهم رجل وحده مشات، انت بوحدك في هذا البيت المرحاض، شكون يواسيك؟ شكون يساعدك؟ كي كديري في الليل؟ ما كاينش. انا دابا كلشي تهرب مني على الدروج، عندنا اربعه طبقات كامل عيبي كنحيدو بوحدي، كنبقى نعيط على الناس باش يحلو عليا البيت، ما كاينش جيت غير ماكله ديال الدار، ما بغيتش داكشي دزق، ما كاينش اللي طيب ليك ولا اللي قرب ليكم، وثقتنا في الله وفيكم. هذا الشيء راه نقول لك يعجز الانسان عن التعبير، لانني بورلانس وانا محتاجه لبيس، نقول لك الطبيب نفساني ما كذبش عليك، ماشي عدم الرضا بالقضاء والقدر، ولكن راه الدواب كيهرس الرقاب، ما كذبش عليك، والجمره ما كتكوي غير بلاص ملفاش، انا ملفاش سخيت من السما وتنعوم وتنظف، ودابا مرفق الصحي ما كاينش، كلشي استافد، بقيت غير انا حتى ما عنديش فلوس طريط هذا الطريطور، ولاش تقولوا لي دلف ليا كلشي، خاصني مليون ونص باش نخلص، ما عنديش كلشي استافد وخرج، والدار دابا راه مهدده انايا بالانهيار ديالها، راه عندي الوراق اللي كيتمتوا هادشي تهدي نص السكينه بالمارة، ما عنديش خويا، يعني مساله الديور هادو غادي يحيدوا، غادي يحيدوا باش تكملي الاجراءات، باش تكملي عفوا الاجراءات، غادي خصك مليون ونص تخلص النوطير باش نخلصها باش نستافد، غالبا كره ماء وغيجمعوا لك ان شاء الله، وبالتليفون ديالك وغيتواصلوا معاك، وانا الاول واحد منه يا ربي، راه تقسي فيهم كبيره بزاف، ولكن ما كنقولوا دار وحده، حنا المغاربه ما كيتخلاوش على خوتهم وما تيلوحوش خوتهم، انا ما غنقولش غادي نفرض عليهم اش يديروا، كما كيقولوا سيدنا الوالا مول الدار ما يفرط الضيف ما يتشرط. انا غنسولك في حاجه اخرى، وهذا الشيء اللي قلتي لي الاخير غادي نختم به، انا سوف اتكلم نيابه عنك بقلبي، اللي بغيت نسولك هو ديك الرجل الاخرى اللي قلتي لي حتى هي غتفقد الوضع الصحي ديالك، اش كيقول لك الاطباء عليها؟ كاينه مراقبه، ما عنديش باش نهود داك الشيء بحكم البدانه، ما كاينش حتى ما عنديش كرسي متحرك باش نمشي، ودابا الطريط مو هي بارسو من عندي 1500، وهذا السراق ما كان ناخذهمش من الحومه او من الجامعه، حيت ما عنديش الكار اللي كنضطر نشريهم، واحده راه دايره 830 درهم وواحده دايره 420 درهم، والناس راه ما تخلاوش اخويا يوسف ما نكذبش، لا بالبعيد ولا من القريب ولا بكثير ولا معنويا وماديا وبقلوبهم بالدعاء ديالهم، راه ما تخلى عليا حتى شي واحد باش نكذب، ما عرفتش شحال باقي ليا في الدنيا يوسف خويا، شحال هما الناس هادو واش اللي كتعرفي ولا المقربين الناس ديال الحومه؟ الناس ديال الحومه لقت الحال، الناس ديال الحومتي ما تخلاوش عليا لا في سيارات الاسعاف ولا في ولا في ولا في، هو عبر واحد المحسن راه هو نقدر نذكر سميتو، مهم راه يقدر هو ما يبغيش، يبغي اجره يثبت، ولكن هو مسكين دار لي العمليه الاولى والثانيه والثالثه على هذا اليومنا، ودار لي هذه اللي تبترات، دار لي العمليه الثالثه، والناس راه ما تخلاوش، المستلزمات ديال التطبيب والحياه اليوميه وكذلك السكن المهدد اللي خصك انت تكمل الاجراءات ما عندكش، لا ما كاينش اخويا يوسف، اختي نعيمه الله يفرج عليك يا ربي يا ربي، وانا معاك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا هذه القصه ديال نعيمه، ما يستهويها وحبها والعشق ديالها العالم ديال الفن، بالضبط في مجال التمثيل، ضحات بالغالي والنفيس من أجل تدفئة قلوب المغاربة سواء في المغرب وخارج المغرب، إلا أن القضاء والقدر له رأي آخر، في لحظة من اللحظات كتسواد عند الدنيا، لقات نفسها تقطعت لها رجل الأولى وهي مهددة في الثانية كما صرحات، هي كتعيش في هذا السطح ما فحالهاش، المنازل ديال المدينة القديمة بالبيضاء مهددة بالانهيار، والجماعة بطبيعة الحال دايرة الإجراءات في هذا الشأن، إلا أن بعض المستلزمات في الأداء مجبرين الناس يخلصوها، هي حاليا خصها مسكينة مليون ونص باش تحول من هنا، هذا الشق الأول، الشق الثاني مستلزمات ديال التطبيب، كنطلبوا الله عز وجل وجل المغاربة ورجال الفن بشكل خاص، كل حسب تخصصيه، لا في المخرجين ولا في المنتجين ولا في الممثلين والممثلات كذلك، نشوفوا
بعين الرحمة في هذه الأخت اللي ضحات بالغالي والنفيس. هي كانت صريحة مع الرأي العام وقالت بأنه ما تعرفوش الوضع الصحي ديالها، وتنتمنوا أنه من هذا المنبر يوصل الصوت. مشاهدينا الكرام، في الفيسبوك كاينة جريدة مغارب نيوز اللي بطبيعة الحال تابعة لينا، شت فيها هذا الفيديو. في الأخ مصطفى المراسل المشكور علمني هذا الفيديو، وأنا قبل في 8 كنت تفرجت فيها وشت الأعمال ديالها، ربطت بي الاتصال وقلت لي غنجي عندها وغندوز معها في الموضوع باش نوصل الصوت ديالها إلى بغى الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، الطلب ديالنا المغاربة بصفة عامة، كل حسب تخصصه في المغرب وخارج المغرب، ندخلوا الفرحة والسرور لهذا الأخت اللي قالت لك أنا ما ضامناش واش نعيش تغدى. عند الله سبحانه وتعالى وهذا البيت المرحاض هو الاخر ما كاينش اللي يديها لي. مشاهدينا الكرام، غنوضع رقم الهاتف ديالها وسوف اكون ان شاء الله متتبع القضيه ديالها وسوف اوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.